السلام عليكم. رمضان كتير قرب، بتعرفوني انا كل سنة لازم اعملكم فيديوهات هزينة مازلة رمضان، بحس اني كل الزينة من عقلي، يعني انا اللي فكرت فيه وعملت لكم اياه. لا تنسوا تعملوا لايك لتصيروا تشوقوا لنا فيديوهات رمضان اكثر هالسنة. وهلا خلينا ننتقل على الفيديو. اول زينة هي هاي لرمضان المبارك المصنوعة من القماش، وهي يعني انا قصص المثلثات من القماش وكاتب عليهم رمضان مبارك. اول شيء رح تحتاجوا هو هذا قماش رمضان، فيكم تلاقوا المحلات الشعبيه والاسواق وهو كثير رخيص يعني. بعدين رح تحتاجوا مقص، هذا الحبل ما بعرف ايش سموه عندكم بس انا عندي بمصر بسموه رماره. وراح تحتاجوا تمبلت للاحرف وكمان المثلث، فيكم تنزلوه من الفيسبوك تبعي وتطبعوا، حطيت لكم اياه بصندوق الوصف تحت. وكمان رح تحتاجوا اليوهو الاصفر هذا عشان تزقوا الاحرف على القماش. واخيرا رح تحتاجوا لدبابيس. اول شيء رح تعملوا انكم رح تقصوا المثلث وبعدين رح تفردوا القماش، رح تتلوه بالنص، رح تصير عندكم الثانيه من فوق. وبعدين بتحطوا المثلث بالمكان اللي انتم بدكم اياه، ولازم تحاولوا انه يعني يكون الجزء العلوي من المثلث على الثانيه تبعت القماش، ورح تحطوه وتثبتوه بواسطه الدبابيس وبعدين رح تقصوه. فرح تقصوا 7 من هدول المثلثات يعني. وإذا بدكم تعملوا كمان مع عدم مس رمضان تعملوا كمان وحدة مبارك، رح تقصوا 14 وحدة ورح تفردوهم بهذا الشكل لحتى يطلع لكم شكل معين. رح تاخذوا الحبل، صراحة انتم بتحسنوا تستخدموا اي حبل بس انا شفت انه هذا اكثر شيء يعني مناسب لألا. رح تفردوه وتحطوه بهذا الشكل عليهم بالنص. وبعدين رح تطبقوها وتلزقوها بهذا الشكل. وبعدين رح تبدوا بقص الحروف. فاذا انتم حيطكم مثل حيط يعني هذا تعلقوها هيك بالسقف، فرح تحتاجوا انكم تنسخوا نسختين من هدول، يعني وحده للقدام وحده للورا. وبعدين بتلزقوا الحروف على القماش باليوهو. انا شفت انه اليوهو اكثر شيء بيشتغل لهالشغله لانه السيليكون بيطلع مثل يعني طابات وشغلات غريبه كثير، فقلت انه اليوهو احسن شيء انكم تلزقوا فيه. وكمان لا تنسوا لزق كلمة مبارك. وتاني زينة اللي رح أعلمكم شلون تصنعوها هي هاي النجمة الإسلامية الملونة. رح تحتاجوا ورق ملون، كرتون قوي، مسطرة، مقص، مشط، وقلم وحبل. أول شي بتبدوا بيعملوا إنكم رح تاخدوا المسطرة والقلم ورح ترسموا مربع بمقاس 15 سنتي بـ15 سنتي. ولرسم الحدود الداخلية أنا هون عم بستخدم العرض تبع المسطرة تبعيتي. كمان هتسلق تفريغ المربع اللي بالنص بواسطة المشرط. لازم تعملوا 4 من هدول المربعات. وهلأ تبدوا بتغليفهم بالورق. أول شي بتعملوه إنكم رح ترسموا الشكل يعني المربع على الورقة وبعدين ترسموا إكس بالنص وبعدين تفرغوها بالمشرط.
وهلا بتبدو بلزق الشيء اللي بالنص اللي من هدول المثلثات. وبتبدو بتلزيقهم بهذا الشكل للشغلات اللي برا. وهلا رح تغرفوا كل كرتونة بلون. بعد تغليفهم كلياتهم رح تبدو تزلقوهم بهذا الشكل. وأنا لزقت الحبل من فوق وبس خلصته. هلا رح أعلمكم شلون بتعملوا هاي الزينة الورقية. رح تحتاجوا 3 شغلات بس: ورق، مقص، وجلو. لصنع هالنوع من الزينة رح تحتاج ورقة مربع، فأنا هون عم بتنيها بهذا الشكل وعم بقص الزيادة اللي تحت. فأنتوا لازم تتنوها بهذا الشكل، يعني مثلث كبير، وبعدين رح تتنوها مثلث أصغر منه. المحل التانية هاي لازم تبدو بالقص بهذا الشكل خطوط بالطول. وهلا بتفتحوها وبتبدوا تلزقوا كل زاويتين متقابلين مع بعض بالجلو، بعدين بترجعوا بتقلبوها وبتعملوا نفس الشيء. وانا عرفت الافضل للاخير، رح اعلمكم شلون تصنعوا هذا الفانوس لوحدكم. رح تحتاجوا تمبليت، ورق ملون، وهذا البلاستيك ستنسل اللي هو شفاف، مشرط، مقص، قلم، كرتون قوي وكرتون خفيف، وكمان حبل نفسه. اول شيء رح تعملوه انكم رح ترسموا الهيكل تبع الفانوس على كرتون قوي على كرتون خفيف، وبعدين رح تفرغوه بالمشرط من النص بهذا الشكل. رح تحتاجوا 4 من الكرتون القوي وكمان 4 من الكرتون الخفيف، وكمان رح تحتاجوا 4 من الكرتون القوي من الأشكال التانيين. وهلأ رح تبدو بإنكم تغلفوا كل شيء مثل ما غلفتوا المربعات قبل شوي. رح تغلفوا كرتون قوي وكرتون خفيف بلون واحد، ويعني تعيدوهن 4 مرات. وهلأ بتاخدوا البلاستيك اللي هو الشفاف، بعدين بترسموه وتقيسوه على قد المقاس تبع الكرتون القوي، ورح تلزقوه لورا. وبعدين بتاخدوا كل زوج من الكرتون القوي والكرتون الخفيف اللي هن نفس اللون وبتلزقوهم مع بعضهم، ورح تلزقوهم. كمان رح تغلفوا المثلثات، وانا قصيت مربع هون وغلفته كمان بالورق ورح تلزقوه. وهلأ بتلزقوا المثلثات على بعضهم مثل هيك. بتاخدوا عود شواء مثل هذا وبتدخلوه من تحت، وبتبخشوا الكرتونة واللي هو الغطاء اللي عملت لكم اياه بشوي اللي غلفته ولزقته، وبتبخشوه مشان حتى يكون الحبل متين، وبتربطوا الحبل بالخشبة وبتدخلوه جواته وبتربطوا اخر الحبل. وهلا بتلزقوا القطع الصغيره هدول مثل هيك لحتى تعملوا مثل شبه علبه، وبتلزقوها على الفانوس من تحت. وانا هون الزوايا كان عندي يعني كلياتهم سيليكون، ويعني مو منظره مو حلو، فبتحتاجوا تلزقوا اللي بدكم اياه، يعني شيء يكون طويل. انا قررت اني ازق هذا الحبل نفسه. وهلا بعد ما جهزتوا الزينة رح افرجيكم شلون تعلقوها. اول شي بتقصوا قطع فوم، دوائر فوم يعني مثل هذا الشكل، وبعدين بتبخشوها من النص وبتحطوا لزقة مشان ما تأذوا الحيط او السقف من فوق. وبعدين بتاخدوا الحبل او الشغلة يعني اللي هي اللي بدكم تعلقوها، وبتاخدوا قطعة الفوم ورح تدخلوها وتلزقوها للحبل على الفوم، وبعدين تحطوا سيليكون على كل الفوم وتلزقوه على السقف محل اللزقة. رح تصير بهذا الشكل. هلا رح أقلكم طريقة التزيين. أول شي لزقته هو هاي زينة ورقية حطيتها على الطرف اليسار، وحطيت الفانوس بالنص،
حطيت رمضان مبارك بين الفانوس، حطيت الزينة الورقية كمان على الطرف اليمين، وأخيرا حطيت النجم الإسلامي على يمين وعلى يسار الفانوس. فأنا فكرت أنا فيني أحط هذا الضوء، فأنا قلت أنه الكنبة كانت كتير مملة وما عليها شيء. وبس هذا هو فيديو تزيين المنزل رمضان هالسنة. أتمنى أن يعجبكم، لا تنسوا تعملوا لايك لو كان بدكم تشوفوا فيديوهات رمضان أكثر هالسنة، وكمان لا تنسوا تعملوا كومنت شوي كانت أحلى زينة برأيكم. ولو عملتوا أو زينتوا بيتكم بأي طريقة، لا تنسوا تصاغوا صورة وتعملوا هاشتاج ميكتود أسامة على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على تويتر. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسى تقولي ايش كانت احلى زينة برأيك تحت بالكومنت. ولو كنت جديد بالقناة لا تنسى تعمل سبسكرايب حتى يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. بشكرك كتير على المشاهدة، باي باي.